المثال التاني اللي احنا ممكن نقوله يفهمك يعني ايه الارتفيشال انتليجنس او هو موجود في ايه بالظبط، جهاز البصمه بتاع الموظفين. كان قبل كده الناس لما بتروح الشغل بتاعهم بتلاقي واحد قاعد بيبتدي يدون، فلان جه الساعه كذا ومشي الساعه كذا، فلان جه الساعه كذا ومشي الساعه كذا. وبعد كده لما الدنيا اتطورت شويه بدا جهاز البصمه، الجهاز البصمه ده ان انت بتيجي بتبصم فهو بيريكورد او بيسجل انت جيت الساعه كذا، وانت ماشي بتبصم برضه فبيبتدي ان هو يريكورد انت مشيت الساعه كذا. جهاز البصمه ده قايم على حاجه كده او تكنولوجي اسمها الايمج بروسيسنج. في البدايه انت بتبصم على الجهاز فبيبتدي يريكورد او يبتدي يسجل البصمه بتاعتك ويحفظها عنده. بعد كده كل ما بتبصم هو بيقارن البصمه دي بالبصمات اللي عنده الكتيره، فبيلاقي البصمه دي بتاعت فلان فيبتدي يقول ان فلان جه الساعه كذا، وانت مروح برضه بتبصم فبيقول البصمه دي، بيقارنها بالبصمات اللي عنده فبيقول البصمه دي بتاع فلان فهو مشي الساعه كذا. فاذا ابتدى يقلل على الشركه بتاعته، واحد كان قاعد بيدون الكلام ده بقى كل الحاجات بقى كمبيوترايزد، انا بسجل البصمه وفي الاخر بيقول لي فلان جه الساعه كذا ومشي الساعه كذا، وفلان جه الساعه كذا ومشي الساعه كذا، وفي اخر الشهر بيقدر يطلع لي ريبورت بمنتهى السهوله يقول لي ده عنده كذا ساعه خصم او ده عنده كذا ساعه اضافي فهندي له اضافي كذا. فالارتفيشال انتليجنس كان منتشر كتير جدا في الحياه، بس احنا زي ما قلت لك كاند يوزرز ما كناش بنحس بالكلام ده لغايه ما جه الشات جي بي تي. وبمجرد بقى ما الشات جي بي تي بقى موجود ابتدوا كل الديفلوبرز او المطورين يبتدوا يروحوا ناحيه الارتفيشال انتليجنس، فبقوا يقولوا ان الشات جي بي تي كان مهتم بموضوع التكست، اقدر ان انا اعمل شاتنج مع الريبوت ده وابتدي ان انا ايه اساله عن حاجه وهو يرد عليا. طب ما ايه رايك ان احنا نعمل الموضوع بقى عن طريق الايمجز او الصور، ان انا ابتدي ادخل له صوره واقول له اعمل ايديت على الصوره دي، شيل الباك جراوند، زود لي ايتم معين، شيل ايتم معين، اكتب تكست على الصوره، اعمل كلر كوريكشن على الصوره دي، من غير ما انت ما تكون بروفيشنال في البرنامج ده. هو بيوفر لك تول تقدر من خلال التكست انت تقول له انا عايز اعمل كذا هو يعملها لك. مش شرط بقى ان انت تخش على برنامج زي برنامج الفوتوشوب وتكون ان انت بروفيشنال في برنامج الفوتوشوب وتقول والله انا عايز اعمل، انا مثلا عايز اشيل الباك جراوند فاروح معلم على الاوبجكت اللي عندي وبعد كده اروح فاصل الباك جراوند ده في لاير والاوبجكت ده في لاير تاني. لا، مش مطلوب منك كل الكلام ده، انت كل اللي انت مطلوب منك ان انت تعمل ابلود للصوره دي وتبتدي انت توصف بس انت عايز ايه. والله انا عايز اشيل الباك جراوند، هتلاقي البرنامج اوتوماتيكلي شال لك الباك جراوند من خلال الاي اي. طيب عايز اضيف الايتم ده، هتلاقيه هو برضه تقول له انا عايز اشيل الايتم ده، هتلاقيه شال الايتم ده برضه من خلال الاي اي. عايز اضيف الايتم ده، هتلاقيه ضاف الايتم ده من خلال الاي اي. فاذا الاي اي برضه بيخش عن طريق الصور، وبرضه في فيديوهات ممكن ان انا اديله صوره معينه وهو يحولها لي من صوره لفيديو، يقدر بقى ايه ان هو الصوره دي يخليها صوره متحركه، واقدر اسجل صوت بصوت بصوت او اقدر اسجل صوت وهو يركب الصوت دي على الصور المتحركه زي فويس اوفر كده، ويبتدي ان هو يعمل لي فيديو متكامل. ده مش بس كده، ده ممكن كمان اسجل لحد او انا اسجل بصوتي لمده 3 ثواني واروح على الاي اي اقول له والله السكريبت الفلاني اللي هو 10 صفح من خلال الثلاث ثواني اللي انا سجلتهم لك دول قول لي بصوتي انا السكريبت ده كله كامل، وكمان غير لي في تون الصوت، انا عايزك تقول لي السكريبت ده بصوت حزين شويه او بصوت فرحان شويه. فاذا من خلال الاي اي اقدر كمان ان انا ادي له مقطع صوتي لحد لمده 3 ثواني. مايكروسوفت هي اللي عملت الموضوع ده، ومن خلال المقطع الصوتي ده هو يقدر يقول لي سكريبت كامل من خلال الاي اي، وكمان يقدر يزود لي او يقدر يغير لي في تون الصوت.